بيبدأ الفيلم مع الشرطي جرينو وهو ماشي بالعربية قريب من حدود دولة المكسيك، وفجأة بيوقف العربية وبينزل منها وبيكون ماسك شنطة كبيرة ومضروب برصاصة في دراعه، وبعدها بيفتح جرينو شنطة العربية وبيبقى فيها تاجر مخدرات اسمه إدوارد مضروب بالنار هو كمان لكن لسه عايش، وبيسألوا جرينو عن المكان اللي هم فيه دلوقتي، فبيعرفوا إدوارد إنهم قريبين من حدود مدينة الفرونتاريس المكسيكية، فبيقرر جرينو إنه ياخد الشنطة اللي معاه ويروح للفرونتاريس، وبيطلع شارة الشرطة بتاعته والمحفظة اللي فيها صورته وبيحطهم في جيب إدوارد وبيقفل عليه تاني، وبيحرق العربية بإدوارد وبيتحرك بالشنطة ناحية حدود الفرونتاريس. وبعدها بيحس جرينو بعطش شديد وهو ماشي، ولما بيوصل عند الحدود بيشوف مجموعة من قطاع الطرق وبيلاحظ ان عندهم ازازة مية كبيرة، فبيقرر انه يطلبها منهم، بس بيكتشف ان في واحد منهم مكتف كلب وبيخوفه، فبيطلب جرينو منه انه يسيب الكلب، وساعتها المجرم واصحابه بيهجموا على جرينو وبتدور معركة عنيفة بينه وبينهم، واثناء المعركة بتقع ازازة المية على الارض وبتفضى، وبيقدر جرينو لوحده انه يتغلب على مجموعة قطاع الطرق وبيروح عند الكلب وبيحرره، ووقتها الكلب بيختار انه يمشي مع جرينو في طريقه ويفضل معاه، وبيدخل جرينو مع الكلب لمدينة الفرونتاريس، وساعتها بيشوف قدامه حنفية مية، ولما بيفتحها علشان يشرب منها بتنزل مية مش صالحة للشرب، وفجأة بتظهر له بنت من المدينة اسمها نايلة وبتطلب منه انه يسلمها الشنطة اللي معاه، فبيستغرب جرينو من طريقتها وبيرفض، وقتها نايلة بتهدده بالسكينة اللي معاها، فبيقرب منها جرينو وبياخد السكينة منها بالقوة وبيوقعها على الأرض وبياخد الجاكيت بتاعها وبيلبسه لأن الهدوم اللي معاه باظت، وبيسيبها وبيمشي، فبتتعصب نايلة جدا وبتحس بالفشل، وبيروح جرينو عند الماركت علشان يشتري مية، لكن بيتفاجئ إن صاحبة المكان رافضة تبيع له أي حاجة وبتحاول تطرده من الماركت، وساعتها بيروح لحانة وبيطلب من الجرسون إنه يجيب له مية، بس الجرسون بيتجاهله وبيحسسه إنه مش قابل وجوده في المكان، وبيكون جرينو مش قادر يفهم هما ليه بيعملوه بالطريقة دي، فبيروح لآني صاحبة الحانة وبيطلب منها مية، لكن هي كمان بترفض، فبيديها جرينو $100 مقابل كوباية مية واحدة، بس آني بترد له الفلوس وبترفض مرة تانية، فبيعرض عليها $500 وبيعرفها إنه مش هيدفع أكتر من كده، وساعتها آني بتاخد الفلوس وبتقدم له كوباية مية صغيرة جدا، وفي الوقت ده نايلة بتروح تقابل سنيك أخطر مجرم في المدينة وقائد عصابة لايم، وبتحكي له انها هجمت الشخص الغريب اللي جه البلد النهاردة، وبيبقى قصدها على جرينو وبتعرفه انه ضربها وسرق الجاكيت بتاعها، فبيضحك افراد العصابة عليها، لكن سنيك بيسكتهم وبيتكلم معاها وبيفهمها انها لو عاوزة تنضم لعصابتهم لازم تقتل راجل، وهنا بنعرف ان نايلة عندها ميول اجرامية وانها بتحلم تبقى فرد من عصابة لايم، ولما بيلاحظ جرينو ان محدش من اهل المدينة مرحب بيه بيقرر انه يسيبها ويمشي، وبيروح للمحطة علشان يركب الاتوبيس اللي مسافر لمدينة اكابوكو، لكن الموظفة اللي في المحطة بتفهمه ان مفيش رحلات سفر دلوقتي وبتتعامل معاه بطريقة مش كويسة، فبيسألها جرينو لو كانت تعرف اي مكان ممكن يشتري منه مية، لكن هي مش بتفيده باي حاجة، ووقتها جرينو بيرجع لاني وبيحكي لها عن موضوع السفر، فبتفهمه اني ان في اتوبيس هيسافر لاكابوكو النهاردة الساعة 2، بس هما اللي بيقولوا له كده علشان يضايقوه، فبيتحرك جرينو بسرعة علشان يلحق الاتوبيس، لكن آني بتفهمه ان الساعة دقت 2 دلوقتي وان الاتوبيس بيتحرك في ميعاده بالظبط، وده معناه انه مش هيلحقه، فبيسألها جرينو لو عندها مكان يبات فيه لحد الصبح، فبتعرفه آني ان عندها اوضة في الدور اللي فوق وانها تسمح له ينام فيها لمدة يوم واحد، وبتأكد له انه لازم يمشي في اسرع وقت لان اهل مدينة الفرونتاريس مش بيقبلوا اي شخص غريب عنها، وبيطلع جرينو للأوضة علشان ينام وبيفتح الشنطة اللي معاه علشان يطمن عليها، وهنا بنكتشف ان الشنطة فيها كمية كبيرة من الدولارات، وبعدها بيسيب الشنطة جنبه وبينام، ووقتها بيحلم بالأحداث اللي حصلت له قبل ما يقرر يسافر الفرونتاريس، وبنعرف ان جرينو كان طالع في مهمة مع 3 ضباط زمايله علشان يقبضوا على مجموعة من تجار المخدرات، وأثناء ما جرينو وزمايله كانوا ماشيين بالعربية اكتشفوا ان في عربية بتطاردهم، وساعتها بيظهر إدوارد ورجالته بالأسلحة بتاعتهم من ورا الصخور، وبينزل قائد العصابة من العربية اللي كانت بتطاردهم وبيفضلوا يضربوا نار على عربية الضباط، فبيرجع جرينو لشنطة العربية وبيستخبى فيها علشان الرصاص ما يصيبهوش، وبيموت باقي زمايله في المعركة، وبتيجي العصابة وبتدور في العربية بتاعت الضباط وبتلاحظ انهم 3 جثث بس، رغم انهم عارفين ان مهمة القبض عليهم اتكلف بيها 4 ضباط، فبيفتحوا شنطة العربية علشان يدوروا على اخر واحد، ووقتها جرينو بيضرب نار عليهم وبيقتلهم، وبيخرج من العربية وبيصيب إدوارد برصاصة، وبتقوم معركة عنيفة بين جرينو وباقي العصابة لحد ما بيصوب إدوارد عليه بالسلاح وبيضربه طلقة في دراعه، فبيقع المسدس من إيده، وساعتها بيصحى جرينو من النوم،
وبيتفاجئ إن آني حاطة السكينة عند رقبته وبتأمره إنه يمشي من المكان، وبتسأله عن مصدر الفلوس اللي معاها. فبيتضايق جرينو إنها دورت في حاجته، فبتعرفه إنها من حقها تعرف مين الشخص اللي نيمته في المكان بتاعها، وبتاخد الشنطة منه بالقوة وبترميها من شباك الأوضة. فبينزل جرينو بسرعة علشان يلحق الشنطة، لكن نايلا بتيجي تاخدها قبله وبتجري بيها، وبيفضل جرينو يطاردها علشان يرجع الشنطة بتاعته، لحد ما بتوصل نايلا عند مكان واقف فيه مجموعة من أفراد عصابة لايم وبتسلمهم الشنطة، وبيفضلوا أفراد العصابة يرموا الشنطة لبعض قدام جرينو علشان يضايقوه، فبيهجم جرينو على آخر مجرم مسك الشنطة وبيضربه، وبتدور معركة قوية بينه وبين أفراد عصابة لايم، وبيقدر جرينو إنه يتغلب عليهم كلهم، وبيكون هياخد الشنطة ويمشي، لكن سنيك بيوصل ومعاه باقي أفراد العصابة، وبتعرفه نايلا إنه هو ده الشخص اللي ضربها. وساعتها سنيك بيقرب من جرينو وبيسأله عن هويته، فبيعرفه جرينو إنه مجرد عابر سبيل وإنه عاوز يسافر أكابوكو. فبيفهمه سنيك إنه مش فارق معاه هو يسافر فين، لكن اللي يهمه هو إنه يمشي من بلدهم بسرعة. وبيرمي سنيك لجرينو الشنطة بتاعته وهو مش عارف إيه اللي جواها، وبياخد رجالته وبيمشوا. وبتهرب نايلا من قدام جرينو لأنها خايفة منه، وبتوصل الشرطة بقيادة الملازم ويست لمكان المعركة اللي دارت بين فريق جرينو وتجار المخدرات، وبيكون ويست عنده معلومات بأن المهمة دي تكلف بيها 4 ضباط، وبيكتشف أن العربية فيها 3 جثث، فبيدي أمر للمساعد بتاعه بأنه يبعت طيارة استكشاف علشان تدور على الشرطي الرابع. وفي الوقت ده بيضطر جرينو أنه ينام في الشارع بعد ما آني طردته، وبعد كام ساعة بيصحى وبيتفاجئ أن آني قدامه ورفع عليه سكينة، وبتعرفه أنها مش قادرة تنام، وبتقعد جنبه وبتسأله لو المدينة بتاعتهم عجبته. فبيفهمها جرينو أنه شايف أن المدينة غريبة، فبتأكد له آني إن المدينة كانت مكان جميل جدا زمان، وإن السياح كانوا بيسافروا لها مخصوص علشان يحضروا المهرجانات اللي بيعملوها، لحد ما الحرب بدأت والأمريكان قطعوا زياراتهم، وساعتها وظائف الناس انتهت والعصابات هددت أمنهم، وبقوا مش عاوزين أي حد غريب يدخل المدينة، وبيمنعوا السكان الأصليين من إنهم يتكلموا مع أي حد من بره البلد. وساعتها بيفهم جرينو سبب الطريقة اللي بيتعامل بيها من أول ما وصل، وبيسألها هي ليه لسه قاعدة في المدينة رغم إنها مش مرتاحة للي بيحصل. فبتقول له آني إن جدتها علمتها إن اللي بيدافع عن الحق لازم ينتصر في النهاية، وبتعرفه إن المدينة مش مكان آمن بالنسبة ليه، وإنها بتتمنى إنه يمشي منها بكرة. فبيطلب منها جرينو إنها تاخده معاها للحانة علشان ينام هناك، ولما بتسأله عن مصدر الفلوس اللي معاه مش بيرد عليها، فبتسيبه وبتمشي وهي متضايقة. وقتها بيقرر جرينو إنه ينام في مكانه، وبيفتكر لما قائد عصابة المخدرات كان بيدور عليه عشان يقتله، وساعتها جرينو استخبى ورا صخر، ولما المجرم قدر يوصل له هاجم عليه جرينو ودار قتال حاد بينهم هما الاثنين. وفي النهايه جرينو مسك البندقيه وقتل بيها القائد، وساعتها ادوارد خد شنطه الفلوس وحاول يهرب بيها، لكن جرينو وقف قصاده ومنعه. وتاني يوم الصبح اثناء ما جرينو كان نايم بتوصل نايلا لمكانه وبتسحب الشنطه منه، وساعتها جرينو بيفتح عينه وبيشوفها، فبتاخد نايلا الشنطه وبتجري، ولما جرينو بيقوم وراها بيتفاجئ انها ربطت رجله في المكان اللي كان نايم فيه، وبيقعد يفك نفسه وبيتضايق من الكلب اللي معاه لانه ثابت في مكانه ومحاولش يجري وراها ويوقفها. وبيطلع جرينو يطارد نايلا لحد ما بتختفي من قدامه، وبتكون فاكره انها انتصرت عليه، لكن جرينو بيقدر يشوفها من بعيد وبيروح يهجم عليها. وقتها الشنطه بتتفتح وبيخرج جزء من الفلوس منها، والناس اللي في الشارع بتتجمع حواليهم، فبيلم جرينو الفلوس بتاعته وبياخد الشنطه وبيمشي. وفي الوقت ده بيقدر ويست انه يعرف مكان العربيه اللي جرينو كان راكبها مع ادوارد عن طريق طياره الاستكشاف، وبيقرر انه يروح للمكان بنفسه، وهناك بيلاقي جثه ادوارد متفحمه في شنطه العربيه، وبيلاحظ ان شارت جرينو والكارنيه بتاعه معاها. وهنا بنعرف ان جرينو عمل الخطوه دي علشان يوهم اللي يلاقي جثه ادوارد بانها جثته هو، وانه اختار يحرقها علشان يخفي ملامحها ومحدش يتعرف عليه. لكن ويست مش بيصدق ان جرينو مات، واللي بياكد تفكيره هو انه بيشوف اثار اقدام جرينو عند الاسلاك اللي بيعبر من خلالها لحدود الفرونتاريس. فبياخد ويست اجازه من الشغل وبيقرر انه يسافر لجرينو. وفي الوقت ده بيوصل سنيك عند عمده مدينه الفرونتاريس، وبيعرفوا ان جرينو معاه شنطه مليانه دولارات، فبيفهموا العمده انهم لازم يمنعوا رحله سفره من المدينه باي طريقه. وقتها بيكون فاضل 5 دقائق على ميعاد سفر جرينو، وبيروح يشتري ازازه ميه مقابل 200 دولار، وقبل ما يشرب منها بيظهر له واحد من عصابه لايم اسمه نيك، وبيصوب عليه بالمسدس بتاعه وبيهدده بانه هيقتله لو ما سلمهوش الشنطه. فبيسحب جرينو منه المسدس وبيفرغه من كل الطلقات اللي فيه، وبعدها بيسلمه لنيك. فبيجري نيك وبينادي على زمايله بصوت عالي علشان يوقفوا سفر جرينو، وساعتها جرينو بيجري من المكان قبل ما حد منهم يوصل له، لكن بيلاقي عدد منهم جايين عليه، فبيستخبى ورا مبنى وبيستنى لما بيقربوا منه، وبيهجم عليهم وبيقتل عدد منهم بالمسدس اللي معاه.
وبتحصل معركة شرسة بينه وبين باقي أفراد العصابة، وفي النهاية بيقتل جرينو عدد كبير منهم وبيتحرك علشان يلحق الأتوبيس، وساعتها واحد من العصابة بيضرب قذيفة على جرينو، بس جرينو بيلاحظها وبيتفاداها وبيقتل المجرم اللي رماها عليه. وقتها بتكون الساعة دقت 2 والأتوبيس بيفوت جرينو للمرة التانية. وبعدها العمدة بيتعصب على باقي رجالة العصابة لأنهم ما قدروش يخلصوا على جرينو، وبيأمر سنيك بأنه يلاقيه وينهي الموضوع. وساعتها جرينو بيفتكر أنه تخلص منهم، لحد ما بتظهر له نايلة وبتهاجمه وبتسرق منه الشنطة، وبتكون هتنط بيها من على سور، لكن سنيك بيوصل وبيضرب نايلة بالنار في ظهرها، وبعدها بيضرب جرينو طلقتين في دراعه ورجله، وبيكون لسه هيضربه طلقة في راسه، بس بتظهر آني على آخر لحظة وبتخبط سنيك بحجر على راسه وبيقع وبيفقد الوعي. وبعدها بتاخد جرينو للحانة وبتعالجه بنفسها وبتبقى قلقان عليه، وهنا بنكتشف انها وقعت في حبه وان هو كمان بدأ يتعلق بيها. وتاني يوم الصبح سنيك بيروح عند الحانة بتاعت آني وبيضرب نار على باب الحانة من برا علشان يخوفها، وبيصحى جرينو على صوت الرصاص. وقتها سنيك بيدي لآني مهلة لحد نص الليل علشان تلم حاجتها وتمشي، وبيهددها انه هيقتلها لو ما نفذتش اوامره. وفي الوقت ده بيوصل ويست عند الحانة، ولما بيشوف اللي بيحصل برا مع آني بيتأكد ان جرينو موجود جوه، وساعتها جرينو بيلاقي مسدس متصوب عليه وهو في الأوضة، ولما بيبص جنبه بيكتشف انه ويست، وبيتكلم ويست معاه وبيتعصب عليه جدا لانه سرق الفلوس اللي اصحابه ماتوا عشان يحموها، وبيأكد له انه عار على شرطة بلدهم. وبياخدوا ويست وبينزلوا وبيتكلم مع سنيك ورجالته وبيفهمهم بانه هيقبض على جرينو، فبيعرفوا سنيك انه عاوز الفلوس اللي معاه، بس ويست بيفهمه انه ملوش حق فيها. وهنا بيرفع سنيك رجالته أسلحتهم على ويست علشان يسلم الفلوس، فبيأكد لهم ويست إنهم لو خدوا الفلوس أو قتلوه الشرطة هتيجي تحقق معاهم، وعشان كده لازم يهدوا ويسيبوه يمشي في أمان. فبيسمعوا كلامه وبينزلوا الأسلحة بتاعتهم وبيقبض ويست على جرينو وبيمشي. وبعدها بياخدوا المقر العمدة وبيسلم ويست شنطة الفلوس للعمدة وبيديله العمدة نصيبه منها. وهنا بنكتشف إن العمدة هو اللي نظم عملية تسليم المخدرات، وإن ويست خاين وشغل لحسابه، وإن هو اللي بعت فريق الضباط للمكان اللي موجود فيه تجار المخدرات علشان يقتلوهم ويفشلوا في المهمة بتاعتهم. وساعتها جرينو بيتصدم وبيتعصب على ويست، لكن ويست مش بيتأثر وبيطلب العمدة من ويست إنه ياخد شنطة الفلوس ويسلمها لشخص في مدينة لاباز، فبياخد ويست الشنطة وبيمشي، وبيتحبس جرينو في سجن العمدة. وفي نفس اليوم العمدة بيدي أمر لسنيك بإنه يقتل جرينو، لكن لما سنيك بيروح عند الزنزانة بيكتشف ان جرينو هرب. وقتها كان جرينو بيسرق عربية من الشارع وبيهرب بيها، وبيفضل يطارد العربية بتاعت ويست علشان يرجع الفلوس، لحد ما العربيتين بيخبطوا بعض وبيفقد جرينو الوعي، وساعتها ويست بيقرر انه يقتله، لكن بيكتشف ان السلاح اللي معاه فاضي ومش بيقدر ويست يفتح باب العربية، فبيكسر الازاز الامامي وبيخرج منه مع الشنطة. وقتها بيتفاجئ ان جرينو مش في العربية بتاعته، وبيبدأ يتوتر وبيستخبى ورا العربية، وهنا بيظهر له جرينو مع المسدس، فبيستسلم ويست وبيتكلم معاه وبيأكد له إن مفيش فرق بينهم وإن هما الاتنين خاينين زي بعض، فبيضربوا جرينو رصاصة في رقبته وبيقتله، وبياخد الشنطة وبيمشي. وبيجي نص الليل وآني لسه في المدينة، فبيحاصر سنيك ورجالته الحانة بتاعتها وبيحرقوها بالكامل، وبيعرفوها إنهم حذروها وادوها فرصة تهرب وهي اللي معرفتش تستغلها، وبيكون سنيك على وشك انه يقتلها بالمسدس، لكن جرينو بيرجع وبيدخل وسط الناس وبيوزع عليهم فلوس كتير علشان يلفت انتباه العصابة ليه ويشتتهم عن آني. فبيمشي وراه سنيك وبيرفع المسدس وبيصوب بيه على راسه، وفجأة بتوصل نايلة وبتطعن سنيك في ظهره وبتقتله، فبيشكرها جرينو على مساعدتها وبيسيبها علشان يروح لآني، لكن العمدة بيهجم عليه وبيضربه بعنف وبيوقعه على الأرض، وبيمسك المسدس وبيصوبه على جرينو عشان يقتله. وساعتها الكلب بيهجم على ايد العمدة وبيفضل يعضها لحد ما المسدس بيقع من ايده، فبياخد جرينو المسدس وبيضرب العمدة بالنار بس مش بيموت. وبعدها بيروح جرينو عند آني، وساعتها العمدة بيمسك المسدس علشان يقتله، وبتشوفه آني وبترمي عليه سكينة وبتقتله. وقتها شعب المدينة بيحييهم لانهم خلصوهم من العمدة وعصابة لايم للأبد. وبيتكلم جرينو مع آني وبيسألها عن اللي ناوية تعمله في الحانة، فبتعرفه انها هتبنيها من اول وجديد، وبيرمي جرينو شنطة الفلوس على شعب المدينة علشان يجددوها، وبالباقي بيصلح الحانة بتاعت حبيبته وبيرتبط هو وآني، والسياح بيرجعوا يزوروا المدينة من تاني وبترجع احسن من الاول زي ما كانت آني بتحلم.
وتقفل منها، ويا رب يكون عجبكم. واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل الجرس، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية فيلم في المريخ بلس، علشان هتلاقوا عليها أفلام من الآخر جاية من المريخ عليك على طول. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، اشترك وسيب الباقي علينا.